واحد السيد انا دابا واش لي زاميسك صافا بكم فيديو جديد فلوق جديد طبيعه الحال بلاصه جديده. اليوم كاين في واحد المدينه مغربيه من بين المدن اللي كنتمنى انني نجي لها شي نهار، وحده من انظف وانقى المدن اللي كاينين في المغرب صراحه. هذه المدينه هذه مصنفه عالميا ماشي غير وطنيا. المهم غنقول لكم مرحبا بكم في الجوهره الزرقاء مدينه الشفشاوان. اول بلاصه غادي نمشيو لها هي هذه الساحه المشهوره هنا في مدينه الشفشاوان. المهم هذه الساحه كتسمى ساحه وطاء حمام على حسب ما كيقولوا لي. المهم غنمشي نجيب فواحد الدوره، هذه هي من هنا ملي كتدخل للمدينه القديمه. المهم غنمشي نجيب فواحد الدوره هي هذه. شوف واحد الدوره تما، شوفوا الاجواء كيفاش دايره. المهم دابا الصباح هذا باقا خاويه شويه، في العشيه غتكون عامره بزاف لانه كيخرجوا الناس دابا كاين الصهد، داكشي علاش كتبان لكم خاويه. المهم نصور لكم عن قرب. تحياتي للفلوجر ديالنا. المهم الساحه هي هذه اي فوالا، هادشي اللي كاين هنا في الساحه كيف ما كتشوفوا هنايا كاين داك الجامع. الجامع راه مشهور هنايا، كاين هاد القصبه هادي، القصبه اللي عندها واحد النبذه تاريخيه كبيره. المهم غندخل ليها. المهم الدخول لهاد القصبه هادي كيكون بالاداء خلص 10 ديال الدراهم باش انك تدخل تما. هنا كاين دي ريستون، كاين دي كافي هنايا يبيع قصي شي لعيبه. المهم الساحه هي هادي، انا غندخل هنا. انا عزيز داكشي التاريخي، غندخل هنايا لهاد القصبه هادي. المهم دابا ندخل هاد القصبة هادي على 15 ديال الدراهم هنا، بغا ندخل باش اننا نكتشفها من الداخل. اي فوالا دابا خلصنا التيكي ديالنا هي ب 10 ديال الدراهم. عندنا الحق دابا ندخلوا لهاد المنشآت كاملين اللي كاين في هاد القصبة نكتشفوهم، ندخلوا نجيبوا واحد الطاورة فيهم. الناس اللي بغا تدخل بيلي كيف تدخل بالمجان، راه نهار الجمعة كيكون الدخول غير بالمجان. اليوم كاين الصاد ديال بصح كيف ما كتشوفوا التيشورت عرق، انا كامل عرق. المهم غادي ندخل دابا نجيب واحد الدور على فهاد القصبة هادي، غنطلعو لداك البرج. صراحة بغيت نطلع لداك البرج، راه هو ندخل لهاد البلاصة ندخل عاوتاني هنا. المهم نجيبو دور هنايا نقربكم من هاد القصبة هادي والأجواء ديالها. المهم هاد البلاصة هنايا هادي مجرد معرض فيه بعض المستحدثات المشتركة ما بين التراث الإسباني والتراث المغربي. المهم ماشي شي حاجة بزاف، البلاصة اللي زوينة واعرة بزاف هي هاد البرج اللي كاين هنايا، غندخل وغنصور فيه. ممكن انك تطلع لفوق وتصور من فوق الفيو كيفاش دايره هنايا. كذلك كاين التاريخ ديال هاد القلعه مكتوب هنايا. اي فوالا دابا هذا هو البرج اللي غنطلعو نكتشفوه. ممكن واحد الطروج هنا وكاين وحدين هنا، معرفش منين غنطلعو. المهم غادي نطلعو دابا واقيلا من هنا، من هنا نو هذا مسدود كيبان لك بريفي. غادي نمشيو لهاد الاخر هذا هنايا، نطلع مع الطريجات هادو باش انا نقدر نطلع على هاد البرج ونصور لكم الفيو من الفوق. هما الطريجات اللي كتطلعوا للبرج الفوق. اي فوالا دابا غندخل لهاد البرج تشوف شكون كاين في الطابق الاول. الطابق الاول كيف ما كتشوفوا هنا فيه بعض لي طابلو اللي كاين معلقين فيهم بعض المعلومات حول مدينه الشفشاوان او مدينه الشفشاوان. كيف ما كتشوفوا هذه هنايا فيها بزاف ديال المعلومات على مدينة الشفشاوان، شكون المؤسس ديال هاد البرج اللي هو الأمير المؤسس لقصبة الشفشاوان هو مولاي علي بن راشد. هنا كاين شنو الهدف، علاش دارت بهدف حماية دوك المجاهدين. هنا غادي نكون واحد المعلومة مهمة هي شنو كتعني قصبة الشفشاوان، تعني كلمة القرون بالأمازيغية وهي إشارة إلى القمم من الجبال المحيطة بها. المهم غنصور لكم عن قرب، اش اللي بغى يقرأ يقرأ. اي فوالا هنا في الطابق الثاني عندنا كذلك بعض لي طابلو اللي كيهضروا على داك النمط الثقافي ديال مدينة الشفشاوان. كيف ما كتشوفوا هنايا انها بلاد ديال التصوف، هنا داك الشيء التقليد ديالهم، داكشي ديال اللباس، داكشي. اي فوالا هنا تروازيام ايطاج شنو فيها، فيها هاد لي طابلو هادو كيف ما كتشوفوا فيهم بزاف ديال التصاور. المهم هادو كيهضروا غير على المرأة الجبلية كيف ما كتشوفوا هنا، المرأة بمنطقة الجبال. اي فوالا دابا وصلنا للطابق العلوي، اخر طابق كاين. هاد المره ما فيش لي طابلو لان لي طابلو تقدر تشوفهم بعينك هنا، لانه كاين واحد الفيو اللي واعره واعره بزاف. المهم في الطابق العلوي ممكن انك دير واحد النظره شامله على مدينه الشفشاوان من خلال هاد النوافذ اللي كاينين. المهم دابا غنحط لكم واحد السينيماتيك ناضي كنادي من جميع النوافذ باش تشوفوا الفيو كيفاش دايره من هنا، وانتم حكموا قولوا لي واش فيو ناضيه ولا ما ناضياش.
كنت من هذا البرج هذا، هذا هو البرج اللي كنت فيه دابا، وصورت لكم من الفوق فيه دوك لي طابلو وفيه دوك اللعبات المهمه راه شفتوا كلشي في الفيديو. المهم كيف ما قلت لكم اليوم كاين الصاد بزاف، كاين هذا الكرسي هنا نورمالمون خصني نجلس فيه، ولكن انا بغيت نعاود لكم واحد البلان اللي وقع لي واحد السيده هنا الصراحه، بلان اللي طلع لي الدم ديالها بصح ما كاينش فين نحط الكاميرا، داكشي علاش غادي نحطها هنا في هاد الطريجات هادو. المهم اجيو 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 هنا باش نعاود لكم البلان اللي وقع لي مع هاد السيده، ما عرفتش كي نبان لكم هكا مزيان ولا لا. اي فوالا دابا ما غادي كنهضر. المهم كيف ما قلت لكم وقع لي واحد البلان مع واحد السيده هنا دابا، انا كنت كنصور في داك الباب ديال القصبه، ماشي هذا الباب ديال القصبه اللي كتدخل منه، كتدخل منه لهاد القصبه باش تخلص. المهم كنت كنصور هكا باش نشد لكم ديك الصوره ديال ديك القصبه. المهم غتشوفوا في هاد الصور هادي دابا هي هادي. المهم كنصور بحال هكا، هي خرجت على غفله فهمتي، خرجت على غفله ما كنتش انا متوقع انا غتخرج. المهم خرجت بحال هكا، لقاتني هاد الكاميرا كتقول لي لا علاش كتصورني علاش دير لي هكا. المهم انا ما كنتش قاصد. المهم وريتها اللقطه قلت لها انا حذفتها راه ما كاينلاش بقيت هوطي بحال هكا صافي، قلت لها سمحي لي انا صورتك بالغلط، انا ما كنت متوقع انا غتخرجي، انا هي كانت لداخل وانا على برا. المهم بقات كتزايد في الهضره، كاين معاها ولدها كاين مع الزوج ديالها على ما اظن. المهم جاو عندي قال لي واش مسحتي اللقطه، قلت لها اه مسحت اللقطه، وهي بقات كتهضر صافي، قال لي ماشي مشكل الزوج ديالها متفهم الموقف، وولدها ولدها ما قال والو. المهم وريتهم بان اللقطه ما بقاش رحيتها، وهي بقات كتخسر في الهضره، ماشي كتخسر في الهضره كتهز زعما في الصوت ديالها ولا شي. كنت شويه غنطيح مع النيفو غنقول لها شي كلمه خايبه حق الرب، لان انت السيده كتوريها بانك مسحتي اللقطه ما بقاتش، وهي كتهز عليك صوتها وكتقول لك اه انت عادي لا تصورني، لاش تصورني لاش تصورني، شني عندك انت هنا ولا شنو عندك. اصلا انا ما عنديش مصلحه انني نصور الناس بدا، اول حاجه الناس اللي عارفين انه كيتبعوني شحال هذه كيعرفوني انك مشي للبلايص اللي خاوين بزاف على قبل هذه اللقطه هذه، باش ما نطيحش شي مشكل بحال هكا ان يبدا شي واحد يهضر عليك، لانه نورمالمون انا من نوع المزاجي تجاه الناس اللي كيهزوا صوتهم، غادي يهز عليا صوتك انا نقدر نخرج معاك للعيب ديريكت. المهم السيده كتوريها انك راك مسحتي الفيديو، وهي مازال هكاك، هي مازال هكا كتهز صوتها وكتخسر فعاده وتغوط صافي يا لالا. المهم جا عندي ولدها في الاخر قال لي اخويا خذ راحتك تفهم الموقف وداكشي، الزوج ديالها بدا كيضحك ومشى، وهي هكا بقى غادي وكتهضر، هادشي طلع لي الدم انايا واحد الوقت وحق الرب غادي نطلق لها شي كلمه اللي ماشي تلعب.